الآن أحييكم أطيب الأحياء. إن اختيار النادي الجامع لهذه الأمسية في هذه الليلة الغراء هو اختيار موفق، حيث أن العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر وقررت أحاديث فيها، فإن شاء الله أمسيتكم خير أمسية. أنا كنت أعتذر لكن لم يرضى الأخ الأديب سعيد الصقلاوي إلا بالمشاركة. من حيث نحن في شهر رمضان الفضيل، أحب أولا أن نستهل بالمديح النبوي قصيدة في موكب المصطفى في مطلع القرن الخامس عشر. في موكب الله أزقي جوهر الكريم نورا يضيء فيجلو داقي الظلم. في موكب الله أزقي اللهو منتقيا خير المعاني لخير العرب والعجم. في موكب المصطفى من عام هجرته أزف مدحا لخير الخلق كلهم. في موكب المصطفى واليمن طالعه بالخير متسم بالرشد مبتسم. في موكب المصطفى أهدي الثناء على ذاك الرسول الحبيب الصادق الحكم. في موكب لا يرى من موكب أبدا كمثله شرفا في المجد والعظم. نهاية الفخر أن أزكي الثناء له، وخير ما قيل مدح المفرد العلمي. وكيف أقدر أن أوفي المديح له ولو وجدت بإبداع من الكلم. محمد رحمة الباري إمام هدى نور الوجود المرجى كاشف الظلم. خير الأنام وفخر العرب قاطبة ساد البرية بالأخلاق والشيم. غوث الوجود غياث الخلق بحر ندى جودا وأكرم من يمشي على قدم. من مثل أحمد إذ يدعى ليوم هدى في مقتل العلم أو في مقتل الحكم. وإن دعي للوغى وهي كارثة آسى جراحات ذاك الكارث العمم. هو الجواد إمام الأسخياء فكم سخى فأغنى بلا من ولا سامي. الباذخ الحسبين من تقى وعلا والسامك النسبين المجد والكرم. لاحت فضائله والناس في غمم من الضلال فجلى كارث الغمم. أعظم به من عظيم سيد بطل بحر خضم طمى بالسيف والقلم. توجه المصطفى من مكة فغدت تحن وجدا لذاك الطاهر الشيم. حن المقام له شوقا وزمزم فالحطيم يبكي بدمع منه منسجم. وفاز ذلكم الصديق مرتبة بصحبة المصطفى المبعوث للأمم. ليهنك الحظ يا صديق أمته، فإنك المنتقى من سالة بهم. أما إلى غار ثور فالمقام له سر عظيم وعين الله لم تنم. واستظهرا من نسيج العنكبوت ومن عش اليمامة سر الواحد الحكم. أوها البيوت حصون لا تقاومها عليا قريش التي أوفت على الحطم. وغادراه بأمن الله في رعة لطيبة موطن الأمجاد والقمم. أبناء قيلة أقيال غباهلة شم بهم تصلح الدنيا من الغمم. من سارة الأزد أبطال قساورة فلا ترى غير عالي القدر محتشم. أنصار أحمد أساد إذا وردوا موارد الحرب أجواد لدى السلم. أكرم بهم من قمات قادة نصروا محمدا فيبادوا الكفر بالعدم الخذم. ولست أنسى قريشا والأولى بهم والأولى معهم مهاجرين سموا بالجد والهمم. من كل أصيد في غرنينه شمم
صاب القياد بحبل الله معتصم مروعون أتى في الذكر وصفهم مدحا وفخرا ومجدا باذخ العظم إذا ذكرتهم أهتز من طرب وذكرهم يبعث الأرواح في الرمم طابت بهم طيبة أصعد بمقدمهم والكون من طرب في زي مبتسم يا طيبة الخير يا سعد السعود أرى ربوع طيبة في أنس وفي نغم وفي نغم يا يوم سعد به زانت علا وسنن تحكي بلابلها بالشدو والنغم يا طيبة الخير قد طاب المقام فلا كل الجلال وكل المجد والشيم لله من هجرة في الدين قد رسخت بها أصول الهدى للواحد الحكم لقد مضى ألف عام ثم أربعة من القرون بعقد المجد منتظم يا عام هجرته عد دائما أبدا على الخليقة بالخيرات وانسجم فأنت للكون نبراس ونور هدى يا طيب مبتدأ منه ومختتم.